ذري في ثاني اعدادي يقول لك ان هو يحدد بمعلوميه نصف قطر الذره. لو واحد عادي هيبص يقول لك يا استاذ ما نصف قطر الذره ده عباره عن مسافه ما بين النواه وابعد الكترون. اديني نقط. لا ده كلام مش مظبوط، لانه لا يمكن تحديد موقع الالكترون بدقه، لان ده بيخضع للاحتمالات. انا ما اعرفش احدد نص في قطر الذره بمعلوميه المسافه بين مركز النواه وابعد الالكترون عنه، ولكن طبعا بحدده بمعلوميه اما حاجه اسمها طول الرابطه، ممكن تكون رابطه تساهميه او رابطه ايه؟ ايوه طول الرابطه التساهميه عبارة عن مجموع نصفي قطرين الذرتين المتحدتين أو المسافة بين مركزين نواتين ذرتين متحدتين في الجسم. نفس الكلام بالظبط في الرابطة الأيونية برضه، مجموع نصفي قطرين الأيونين أو المسافة بين مركزين أيونين متحدتين في وحدة الصيغة الأولى. أمسك نصف قطر الذرة، أنا عارف عندي في الإعدادي إن من اليسار إلى اليمين في الدورات بيقل نصف قطر الذرة، يعني يقل الحجم إيه؟ أنا معايا في المجموعات من أعلى إلى أسفل بيزداد نصف قطر الذرة، قطر الذرة اللي هو عبارة عن الحجم إيه؟ الزر. أنا عندي في الدورات الحجم الذري بيقل عشان لما بيزيد العدد الذري بتزداد شحنة النواة المفعلة. مش شحنة النواة، يعني مثلا لو أنا جبت عنصر زي البريليوم بي إي 4 تمام، في مستوى الطاقة الأولاني عنده 2 إلكترون، في مستوى الطاقة الثاني برضه عنده 2 إلكترون، بس في فرق بين الاثنين دول، الاثنين اللي فوق دول عبارة عن إلكترونات التكافؤ. عبارة عن الكترونات الايه؟ التكافؤ. الشحنة الفعلية شحنة البريليوم موجب 4 قال ان الكترونات التكافؤ والكترونات المستويات الداخلية بينها وبين بعضها قوة ترافق. طب الكترونات التكافؤ والنواة بينها قوة تكافؤ. الالكترونات الداخلية اللي هي في المدارات المكتملة بتحمل جزء من تأثير النواة على الالكترونات الايه؟ التكافؤ. فتبقى شحنة نواة البريليوم الفعالة ده بالظبط، يبقى الالكترونات يبقى شحنة النواة الفعالة أقل من الشحنة. فقال في الدورات نصف قطر الذرة بيقل عشان لما العدد الذري بيزيد بتزداد شحنة النواة الفعالة، فتزداد قوة جذب النواة لإلكترونات التكافؤ، وده بيؤدي لتقمص الحجم. أنا عندي في المجموعات بزيادة العدد الذري، عارفينها في الإعداد بتزداد عدد مستويات الطاقة المشمولة عند الانتقال من دورة إلى أخرى. لما يزيد عدد مستويات الطاقة المشمولة هيزيد عدد مستويات الطاقة المكتملة أو الممتلئة، واللي بتحجب بقى الالكترونات تأثير النواة، بتقلل من شحنة النواة، وبعدين قوة الترافق بتزيد، فده بيؤدي لزيادة الحجم الذري. يبقى عندي ثلاث حاجات: زيادة عدد مستويات الطاقة لما اتنين من الدورة الثانية، زيادة عدد مستويات الطاقة الممتلئة واللي فيها الالكترونات داخلية بتحجب تأثير النواة. رقم ثلاثة بتزداد قوة الايه؟ التنافر. ولما تزيد قوة التنافر اكيد الحجم الذري هيزيد. زي ما انا بقول كده، الاستاذ امين الله يمسيه بالخير جاب لنا قال لي ايهما اكبر حجما، ذرة الصوديوم ام 11 ام ايون الصوديوم ام 11 موجب 1؟ لما اجي اعمل توزيع الكتروني لذرة الصوديوم الاقي عندي النيون 3 مستويات للطاقة ان 10 الثري اس 1 صح كده؟ اجي على ايون الصوديوم بلاش نكتب النيون دي، الاقي عندي 1 اس 2 2 اس 2 ادي ال 2 دي كام؟ 6. اجي على ذرة الصوديوم عدد البروتونات 11
عدد الالكترونات 11. بس البروتونات 11 شحنه مجرده والالكترونات 11 شحنه سالبه، فتبقى الشحنه الكليه كام؟ صفر، عشان الذره وتعادل الشحنه الكهربائيه. اجعل ايون الصوديوم الاقي عندي رقم واحد عدد البروتونات الموجبه 11، عدد الالكترونات السالبه 10. الله، لما يبقى عدد البروتونات اكبر من عدد الالكترونات فشحنه النواه الفعاله تزداد، ولما شحنه النواه الفعاله تزداد بتزداد قوه جذب الالكترونات، فده بيؤدي الى تقلص حجم الايون. يؤدي لتقلص حجم الايه؟ الايون. يبقى انا عندي ذره، يعني ايه ملهاش علاقه بان ذره الصوديوم ثلاث مستويات للطاقه والايون الصوديوم مستويين؟ عشان شحنه النواه الفعاله، عشان مش مستويات، مش عدد مستويات الطاقه. لا، هو طول برضه ما هي عشان قوه شحنه النواه الفعاله زي ما احنا قلنا كده. يبقى انا عندي ذره الفلز اكبر في الحجم الذري من ايون الفلز. خلي بالك برضه معديه بس مجنون. قال لي كلما زاد عدد الالكترونات، ازاي بقى الذره اكبر؟ مش المفروض الذره اقل دلوقتي الذره اكبر؟ لا، الذره اكبر لان الايون الفلز هيفقد الالكترون كمان. الايون عدد البروتونات الموجبه اكبر من الالكترونات، فشحنه النواه الفعاله وقوه الجذب بتزيد، فتؤدي الى تقلص الحجم. تمام كده؟ شوف بقول لك انا اهو، كلما زاد عدد الالكترونات المفقوده من الايون الموجب كلما قل الحجم الذري، الحجم الذري كلما قل نصف القطر. يعني انا مثلا لما يبقى عندي الحديد اف اي زائد 23 وعندي الحديد اف اي موجب 2 وعندي الحديد اف اي موجب 3، الثلاثه كله عنده 26 بروتون، ده 26 بروتون، ده 26 بروتون. تمام كده؟ المنطق بيقول ان اكبرهم حجما الحديد، يبقى الحديد اف اي 26 اكبر في الحجم الذري من ايون الحديد اف اي موجب 2، لان ايون الحديد الثنائي عنده 24 الكترون، فهنا عدد البروتونات الموجبه اكبر من عدد الالكترونات السالبه، فشحنة النواة الفعالة تزيد. تزيد قوة الجذب تزيد فالحجم يقل. تمام. خلاص كده؟ طيب. اجعل الاثنين دول كده، هنا ده 26 مش عايز توزيع الالكترون، في 23 الكترون. لذلك ايون الحديد الثنائي اكبر حجما من ايون الحديد الثلاثي. ده ترتيب تنازلي، الاف اي اكبر في الحجم من الاف اي موجب 2 والاف اي موجب 2 اكبر من الاف اي موجب كام؟ 3. اخر حته بقى بالنسبه لذره العنصر اللافلزي، لو قال لي مين اكبر في الحجم، ذره الكلور سي ال 17 ام ايون الكلور السائل؟ ادي هنا ادي الكلور، واحد اس 2، 2 اس 2، 2 بي 6، 3 اس 2، 3 بي كام؟ 5. ادي ال 17 اهو، ادي 2 4 ادي 10 ادي 12، ادي كده كام؟ 17. فتسيبنا المجالات الفرعيه دي وخليك في الرئيسيه عشان يبقى يعني المعلومه نقدر نديها للطرف واحد. حاضر. لو التوزيع بتاعي اعدادي يعني. حاضر. بص كده، ادي كي ال ام 2 8 7 تمام. ها كي ال ام 2 8 8 شحنة السالبة زيادة. تعالى هنا كده، في ذرة الكلور عدد البروتونات كام؟ 17 والالكترون 17. عدد الالكترونات برضه 17. 17. أنا على أيون الكلور عدد البروتونات 17، عدد الالكترونات 18. شحنة السالبة في الايون السالب، عدد الالكترونات اكبر من عدد البروتونات، فتزداد قوة التنافر بين الالكترونات وبعضها البعض فيؤدي لزيادة الحجم الذري. عدد الالكترونات في
اللي هي المسطره حوالين مسطره هو خلاص في الالكترونات اللي في المدارات هو في زياده الالكترون هنا 18 فزياده الالكترون ده بيزود قوة الترافق، قوة الترافق لما تزيد الحجم زاد يزيد، لذلك ايون الكلور السالب سي ال سالب اكبر في الحجم من ذرة الكلور. ذرة الكلور. تعرف البتاع دي لو خدني اتسددت منها تاني سنة واحدة، والله عدتوني عشان اعرف اجيبها من الطالب. ده بيزيد وده بيقل لازم افهم الحاجة عشان اقولها، ما اعرفش احفظ كده واقول. ده انت عندك سؤال ما التدريبات عشان كده. سؤال تاني في تانية ثانوي جايبلهم بوتاسيوم ايه موجب 19 المغنيسيوم ام جي 12 موجب 2 الزنير اي اس حكم السلام الاي اس 33 سالب 3 البرون بي ار 35 سالب 1 وعايز اكتبهم ترتيب تنازلي حسب الحجم. الاول اشوفهم هم في واحده الكلام ده في الدورات نسبه البطن بيقل زياده العدد الذري وارجع اقول ان الايون السالب حجمه اكبر من طالما الذره اللافلس اكبر من ذره اللافلس حجم الايون السالب اللافلس الاولاني اهو اكبر من حجم الايون السالب دي اللافلس الثاني والكلام ده كده شغلانه. الأسئلة بتاعت اللي جابوها دي يعني بتاعت الاختيار المتعدد دي الاختيار اللي اتعلم عليه في لحظة كده انت عشان العيل يفهم ويصدق يعني هو دور الدور العيل الأساسي انه يفهم طالما العيل فهم المعلومة ووصلت له هو هيبدأ يشتغل بس هتاخد منه وقت ولكن كتر التمرس والكلام ده كده هيجيبها في لحظات. لا هي بس هي دي بس مفيده زي ما قلت لك السكيل ده جابها في سنه من السنين وراح جاي خبط من الخط ليه لازم انا كمدرسه بقى عارف صح عشان اقدر اوصلها للطالب كمان عشان اقدر اوصلها طبعا للطالب واحنا شكرا مستر عصام.